لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على من فجعت بكربلاء إنسان وجنا ومن قتلوك ليل القهر جنا هنا أسماؤك الحسنى تجلت لتترك مقلة الملكوت حزنا إلى الله الله اعتذرت فكيف تغدو وأسياف العدا نفشتك عهنا عجيبه
يا حبيب الله تبقى ثلاثة إن لم تنل غسلا ودفنا. ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن. اسمع هذا سيد، اسمع اسمع البيت. ولا أهل على مثواك ناحوا، ولا أهل على مثواك ناحوا، فمنهم رحلوا أختا وابنا. ويلي لئن لم تدل ياسين عليه، فذا ياسين فوق النحر أنا. اي والله يبكي رسول الله يقول وولداه وحسينا. اي وما رش البنون عليه ماء ولكن صفت الزعراء هدنا. ترى السجاد يجمع منك جسمين عفيرا ضعضعته البيض طعنا، الطعن على الطعن والضرب على الضرب. بلا رأس ولا كفين أمسى وقد طحنتك، وقد طحنتك جرذ الخيل طحنا. يا أيوة حسينا وسيدا، كثير الظاهر عند القلب أحنا. انصر المبتور حنا، وقد واراك شبلك يا عزيزي. يا ويمم من ثرى كوفان سجنا، يا من بهذا السجن به باتت بنات الوحي أسرى. به باتت بنات الوحي أسرى. فقال الرأس هل واريت جسمي وهل أخبرته في السبي عنا؟ أجاب بلى وأوصاني ببنت مدللة لأود أشتاق أمنا. أيا لا يا يا ألا يا ليت يرقبها بقيدين تكابد في السماء وهنا
فرحنا لها قرطان في كفي زياد وكعب الرمح فوق الرأس رنا ويلي علة وجود الكون جسم بذيك لوعاء عاري ولا لغير وحش البر زوع تحفظ لو ما تحفظ اي مرمي ثلاثة يا لا تجهز ولا انشاء رد لعليل بقلوب واهي ودمع همة وبس عاينا فوق الوطن هي فراش هرمة والجسد ما ينشال حنو ظل محتى كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح كل ما رفع جانب توزع جانب ترى ما قصرت وياك بالعشرة لا تقصر وياي الليلة اي مرمي ثلاثة ايام لا تجهز ولا رد لعليل بقلب واهي ودميع هما وبس عاينا فوق الوطن هي فراش هرمة والجسد ما ينشال حنو ظل محتى حسينا كل ما رفع جاني توزع جانب وطا من حيث جسم موزعي هي نبطعن الأرض خلى الجسد وانهلد امعو بالوجد صا يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهى اين المنادي وحسينا يلا ويا حيرتني بيش اجمع اوصالك يا مبروك ها ايش تنتظر كل ما رفع جانب توزع جانبه من حيث جسمه موزعي نبطعن الارمى خلى الجسد ونهلده امعاو بالوجد صح يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الاطهار
يلا كلنا نحفظ. جابوا لك قطعة باري وجمعوا ولف عسى عين العمى ودنا قش وحطب وسط قبره يا ويلي وانحنى وشمع بنحره وبالظما يرد اشتعلنا حسينا لقضي يا ابويا بالبكا ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بواري بواري من عقب ما تبقى ثلاثة ايام اي والله وسدراه وسدراه انا حرت بياك ترشيلا وسدرايا وسدرا حسين مرض لضلوع ما ينشال يبغى له باريه ما ينشال لا بكفن ما ينفع كفن وسد رائعة وسد رائعة أنا حرت بياك ترشيل النية وسد رائعة حسين مرض رضى ضلوعة وسد ياهو الجاب كافورة وسدرة ومن غسل غريب الغاضري يلا ومن غسل غريب الغاية عشرة من الخيول حسين جولة يا أولى على صدر الشفية غدات يا أولى ترضرض صدر بن حامل حمية ترضرض صدر بين حميد الحميد هزل حسين بالمعد جبريل هزل وذكرى من يمر بفاد هزله يا سيد اسف اسف ركبة عيالا يا هزله عجف والحماة على الوطير يا عجف والحماة على يا 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 يا
الوطن. تذوقوا الأبوذيات يا ولا. والله ما تونا ما تونا ما تونا يا اخوي يضع المسرع ما تولنا يا ما تولنا حنين الاول ثكله ما تولنا يا شكثر خوان بالطاف ما تولنا يا قضوا بالونا ما تولنا ما تولنا خلوني وراهم بالهم والأذية خلوني وراهم بالآية والله مرات مرايات مو مرة هضمن البئن مرات صحت ورياقي من اليسر مرات أنا على جسمك يا ابو السجاد مريت وشفتك نايم بحر الوطية وشفتك نايم بحر الوطية بعد بيك حيل الوطن سمعنا اليوم تيجي دفان دفان يحضر قبر ويفصل أجفار يلا ما شفنا اليموت يضلع عريان ما شفنا اليموت يضلع عريان وتلعب عليه الخيل ميدان وراسه تعلب راس الاسنان وراسه تعلب راس الاسنان ويلي لما جاءت مثل هذه الليله أمر سيد شكري أخلص أختم ما أقرأ مصيبة الدفين ما تبغى أقول لك ما تبغى أقول لك جبريل وين أجسادهم دلني عليهم الزهرة موجودة جاية الزهرة تشوف ولدها جبريل وين أجسادهم دلني عليهم قالها يا زهرة ما تقدري تنظريهم ليش يا جبرائيل كلها بلا يا روس وحزني والروس جابوها بروس السمهر يقول بنو أسد
جئنا نوار الأجساد ولكن علتنا الحيرة فبينما نحن كذلك وإذا بفارس عنا لنا وقد ضرب اللثام على وجهه والأنين يعلوه كلما اقترب ازداد أنينه ترجل وقال لنا ما لوقوفكم على هذه الأجساد قالوا جئنا نتفرج قال أصدقوني القول فأنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين قالوا عظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء يا مولاي جئنا نواري الأجساد ولكن علتنا الحيرة رأيناها أجسادا بلا رؤوس قد غيرت محاسنها حرارة الشموس قال لهم الإمام تعالوا خط لهم خط قال احفروا هنا خط لهم خط ثاني قال احفروا هنا احفروا هنا احفروا هنا يقول لكن درنا بالنا عليه شفنا راح يهم في مشيه ورمى بنفسه على جسد في المعركة وتمدد عليه طولا بطول وهو ينادي وأبتا وحسينا يا ومصيبتا نظر إلى جسد أبي أشبعه لثما وتقبيلا ثم انثنى إلى المعركة جاء بقطعتين وإذا بهما كفى أبي عبد الله اللتان قطعهما الجمال وضعهما عند الجسد وعاد مرة أخرى وجاء بقطعة صغيرة ما هذا يا ابن رسول الله قال هذا خنصر أبي الحسين أيوة حسيناه وسيداه ثم رجع مرة ثالثة وجاء بقطعة من الحديد ما قال قال هذا السهم المثلث الذي اخترق قلب والدي وعاده ثلثا كبدي أبي الحسين وضعها عند الجسد وكان جسده موزعا مقطعا مطحونا بسنابك الخيل لما اكتملت أعضاءه وضع الإمام زين العابدين يدا تحت ظهر أبيه والأخرى تحت قدمه كلما رفعه من جانب تناذر من الجانب الآخر فنادى وأبتاه وحسينا نادى يا قوم علي بباريه جاءوا له بباريه وضع فيها الجسد الشريف والأعضاء الشريفة فقالوا له يا مولاي أنعينك على حمله قال لا إن معي من يعينني لا لا الرأس بالكوفة سيدنا الرأس بالكوفة شو وقت رجع الراس يوم الأربعين يوم الأربعين جابوه ولما اكتملت أعضاءه
ما إن ارتفعت البارية وإذا بالنداء الله شيع الحسين. أنزل ولده زين العابدين إلى قبره يقول بنو أسد أطال البقاء في قبر والده ظننا أنه مات معه، فلما نظرنا إليه وجدناه قد وضع خده على نحر والده. والمفروض يخلي خده على خد أبوه، بس هاي ما حصلت بعد. ونادى أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمت وليلي فمسهل، إلى أن يختار الله لي الدار التي أنت فيها مقيم. ولما أراد الخروج من القار وإذا بالنداء من نحر الحسين، ولدي علي ولدي علي والسد رضيعي على صدري، فوضع الرضيع على صدر والده ثم أهال التراب. الحين يجي علي الأكبر سيدي، بس هذا رضيع بعد صغير ما اهتنى بصدر أمه ولا بحضن أمه، الحسين حنون قال خلوا على صدري حتى يشعر بالأمر ولو الصدر مكسر. ثم أهال التراب واختط بإصبعه على القبر، هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتل عطشانا بجانب الفرات، ودفن علي الأكبر عند رجلي الحسين، ودفن الهاشميين في حفيرة والأنصار في حفيرة، ودفن شيخ الأنصار فيما يلي الرأس الشريف. ثم قال لبني أسد هلموا لبطل على المسمى، يقولون جئنا إلى بطل على المسمى قد قطعت يمينه وشماله، وقطع رأسه، فبينما نحن في طريقنا إلى المسنى تنحنى الإمام على يمين أبي الفضل قبلها، ثم ذهب إلى كفه اليسرى قبلها وأخذهما إلى القبر، وأنزله إلى قبره ومثواه. يا عم خلاف عينك يسرت نعذر، يا عم خلاف عينك يسرت نعذر، لوح المهر وانشر سيفك الفتر، هذا الواك ما تقعد تشيل الواك، نايم يا ذخر زيان ابو كلثوم، انتهى من دفن الأجساد وجاء إلى الكوفة، استقبلته عمته زينب، يا ابن أخي كسرت قلبي أين كنت؟ قال لآلدت وجئت من مواراة والدي. شهقت زينب، رحت الكربلة وإجيت؟ قال الهبل. تقول له يا ابني يا ابني يا ابني من الظهر للساعه
سمعها وزادت احزانه ودمى سالت دموع العين. قال الاذي بتعنيك رحت يم جسم ابويا حسين، انا رحت لوالدي شفته وثلاثة ايام فارقته، يا عم ودفنت جثته ورضيع البسهم مفطوم وسدت على صدره. زينب سمعته وصاحت، اسمع السؤال، زينب سمعته وصاحت انشدك يا علي نشدك، يا ابني عادة الميت يصير على الترب خده، يا ابني شلون دفنت ابوك حسين يا عم وراس ما عنده. سمع عمته وهل دمعه يقله ومختلف وضعه، علي الأكبر يا عم صار يم حسين أبو قبره. تتحمل التوت وتحسرت وتصيح، التوت وتحسرت ونادت من الدمع يجري، يا ابني يا علي السجاد ضاق من العظم صدري. باقي واحد تريد تسأل عنه مين؟ أنا اشتايات عن أبو فاضل أخويا اللي كفى الخدري. اسمع سؤاله، أسألك شلعت السهم من عينه؟ شلت السهم لو ما شلته؟ أسأل آيات شلعت السهم من عينه، جبت وياك شفنه أشوفك جيت وما جبت وياك جودة وراية الخضرة. عن راية قمر هاشم وجودة لا تنشديني، يا عم بعلتي وبمصاب حامض ضعن خليني، انا شفت عيني وشفينا وعيني ولاعمت عيني، مع ضعفي وعظم قيدي دفنت حامض ضعن بيدي، وصحت يا حسرتي زيدي وزادت حسرتي، لكن يا عم اش تنفع الحسرة. لكن اسمع شي يقول العمت، رحمة الله على العلامة المقدس الشيخ علي الجشي قدس الله روح الطاهرة، قال حين ظهر على ابو حسين والله يعلم بحق دار الجفان والتابوت لف باري وشالك، ولم الجسد لم طشاف يا ويلي وجان معرصة، وقلبه وقلبه من شطر شطره. فويل لو قلنا جسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها يما والجسد مجموع، هذا الجسد
وانا راس فوق السماء مرفوع يتهدى وعلى ومن نصدر عيش. قالت زينب عندي بس سؤال، سؤال اخي ايش عندك ايش عندك يا عمته؟ قالت بالله رد نشدك ماي شربته يا دفان بخيت قلبه لو تركت حسين عطشان. والله يا دفان رد نشدك رد علي عطشان خيل وشرب قطرة مية يوم دفنت كان رشيت البني بل كترد روحة تراه مات عطشان ما غسلوه ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مد عليه رب. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب. إدارة هذا المأتم حسينية مسلم بن عقيل تتقدم إلى الحضور الكريم بالشكر الجزيل والدعاء لكم بالتوفيق إن شاء الله، وتتقدم بشكر خاص إلى الكوادر الذين لم يقصروا طيلة هذه العشرة جزاكم الله خير في ميزان أعمالكم وفقكم الله وقضى الله حوائجكم. كذلك أشكركم من عميق القلب على حضوركم هدوئكم التزامكم بالقواعد الاحترازية. بارك الله فيكم بارك الله في أعماركم قضى الله حوائجكم زادكم الله حبا في الحسين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين، عجل لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون، تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.